أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربي على ما أوليت من فضل وعلى ما أسبقت من نعم. أنت أهل للحمد، أنت أهل للثناء، أنت أهل للشكر، أنت أهل للتقوى، أنت أهل للمغفرة. وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملكك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك المبلغ عنك بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها السادة المشاهدون، أيتها السيدات المشاهدات، متتبعون ومتتبعات قناة محمد السادس القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا في رحاب الإيمان. ومع دخول المدرسة هو واحد حدث مهم جدا في تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب اللي كتعطي قيمة للإنسان، قيمة للمواطن، التنمية، الحضارة. ما يمكنش تحقق بدون موردين بشريين مؤهل. ولهذا أولت الشعوب كلها واحد أهمية كبيرة للتعليم، ميزانية كبيرة كتخصص للتعليم، وهذا الشيء اللي خصو يكون. فلا نستصغر هذا الأمر أبدا. الدولة والأمة اللي كتبدا تدير الحساب مع التعليم من يعني بعد عقود غتكون النتيجه، غتكون نتائج كارثيه. والدول والامم اللي كتعطي للتعليم داكشي اللي كيستحق وكثر بعد عقود كتلقى نفسها قويه. لماذا؟ لان التربيه والتعليم مرتبط بذاك الإنسان الذي يصنع التقدم أو التخلف. شكون كيصنع التخلف؟ لما كيكون الإنسان ماشي مهيأ. من لما كيكونش الإنسان ماشي مهيأ، ماشي يعني ما مكونش، ما مربيش، ما معلمش، ما عندوش علاقة بالتعليم، ما عندوش علاقة بالتثقيف، كيولي واحد الانسان ياكل ويشرب كما تاكل الانعام. والانعام لها دور، الانعام لها دور، خلقها الله لدور تؤديه. باش يؤدي الانسان هذا الدور، باش يكون هو يعني في المستوى ديال هذيك المهمه، لابد من التعليم. ولهذا لا نستغرب لما نقراو أن أول ما نزل من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، بل نستغرب لما تكون المجتمعات الإسلامية دون مستوى ما تتطلبه هذه الآية. هذه الآية لما كينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، أول ما ينزل عليه هو في قرحة اقرأ، اقرأ، فعل أمر، فعل أمر، اقرأ. فكيقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل ما أنا بقارئ، فيأخذه كيجروا لعنده ويزيروا حتى كادوا يخنقوه، يغطوه هكذا ثم يطلقوه وتحبس فيه النفس، فيعاود يقول له اقرأ، يقول له ما لست بقارئ المرة الثانية والثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت له ما أقرأ، ما قلتها إلا خوفا من أن يعود مرة أخرى فيغطني، عاود يرجع ويعاود يزيرني. فقال له سيدنا جبريل ديك الساعة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أخوتي المؤمنين، أخواتي المؤمنات، أيها المسؤولون عن التعليم
راه مصيبة كبرى لما تكون هذه هي الآية اللي كتأثر الأمة ديالنا، ونكون احنا دون 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 يعني هذا الإطار ما داخلينش فيه. التعليم او يعني واحد النموذج كديروا الدول حسب العقيدة ديالها والدين ديالها والثقافة ديالها ويعني والتاريخ ديالها. المطلوب اليوم واحد نموذج تعليمي جديد لا يلغي بأي حال من الأحوال تراكمات ديال هذه السنوات اللي منذ الاستقلال إلى اليوم، راه فيها مجموعة من الإيجابيات ولكن فيها الكثير من السلبيات. هذا النموذج التعليمي يجب أن يتأسس على ثلاثة قواعد: التربية والتعليم والتثقيف. نهار فصلنا بين هاد الأمور الثلاثة التعليم ديالنا ما بقاش كيعطي. في بداية الاستقلال أنا قلت هاد الكلام هذا شحال من مرة وكنعاود نقوله، مشات الأمور وفق ديك الشعارات اللي كانت في ذلك الوقت، التوحيد والمغاربة شعارات، ولكن المقاربة التربوية اللي كانت قوية استطعت تخرجينا يعني الستينات في الخمسينات والستينات السبعينات حتى الثمانينات حتى نقولوا يعني ذاك الأواسط ديال الثمانينات واحد الجيل أو أجيال من الناس اللي كانوا يعني ما كيحصل طالب على البكالوريا كيكون فعلا تلميذ كيكون فعلا مؤهل أنه يمشي لأي غمار يخوضها، يا التكوين المهني يا الدراسة الجامعية بقوة. كانت المقاربة معروفة في ذلك الوقت كيقولوا عليها المقاربة الشاملة، لابروش جلوبال. شو معنى ديالها؟ الهم ديال المدرسة الابتدائية ان التلميذ لما ياخذ الشهادة الابتدائية يكون عارف يكتب ويعرف يقرا ويعرف يحسب. ثلاثة، أنا قلت هذا الكلام وكنعاود نقوله ونجحنا لأنه الشهادة الابتدائية يعني في الستينات والسبعينات الناس اللي كانوا كينجحوا باش يدوزوا الكوليج يعني الإعدادي كانوا يعدون على رؤوس الأصابع. الشهادة الابتدائية كان الناس اللي كيكرر فيها عام عامين. علاش؟ لأنه ما كياخذ ديك الشهاده الابتدائيه الا المؤهل. شنو اللي مطلوب؟ تيقول لك اودي في التعليم خصك هذوك الوليد الشهاده الابتدائيه يكون يعرف قادر على الكتابه باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، قادر على القراءه باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه، قادر على الحساب اي العمليات الكبرى ديال الحساب اللي هي الجمع والطرح والقسمة ثم بعض الأمور المرتبطة بالهندسة، المستطيل والمربع ونصف الدائرة ومتعدد الأضلاع. كيعرف هذا الشيء الدري كيكون عارف هذا الشيء. هذا في العربية كيعرف يقرأ أي قطعة تعطيها له كيقرأ، كيعرف يكتب بالإملاء، كيعرف يدير الإنشاء، إنشاء ينشئ إنشاء، كيعرف النحو، القواعد الكبرى، الجملة الفعلية والجملة الإسمية، أنواع، كيعرف التاريخ ديال المغرب. لما كنجيو لفرنساوية
كيعرف يقرا بالفرنسيه، كيعرف يكتب بالفرنسيه، كيعرف لا كونجيزون، كيعرف لا جرامير، كيعرف الاورتوغراف. الدري ديال الابتدائي في ذلك الوقت يستطيع ان يكتب باللغه العربيه كما يستطيع ان يكتب باللغه الفرنسيه. والعمليات الكبرى كيعرفها، ما كيوحلش فيها، ما كيوحلش. ملي كيدخل الكوليج كيبدا او الاعدادي كيبدا ديك الساعه يعني كتغير عنده الطريقه ديال التدريس بامور اخرى، خصوصا ما يتعلق بالرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعيه وفي الجغرافيا وفي التاريخ. ولكن من الشهاده كيكون عارف هذه الامور. هذا التعليم بجانبه كانت التربيه، تربيه على القيم، احترام الاخر هو الاول، اول حاجه كانت في المدرسه هي الاحترام. والاحترام بين من؟ الاحترام من التلميذ للمعلم ديالو، المعلم للتلميذ ديالو. ما كنتيش كتلقى المعلم في المدرسه بدون كومبليوغرافات، ما كنتش كتلقى معلمه بدون لباس انيق، ما كنتش كتلقى التلميذ بشي لباس ماشي هو هذاك، كلشي لابس طبليه الوزره، وكلشي كيدخل الصف. وثم قبل الدخول كان عندنا النشيد الوطني كنستمعوا له جميعا. ومن الامور هذه القيم. وكان عندنا دروس ديال الاخلاق، درس ديال الاخلاق كيتقرا وكيتمارس. ما عمر المعلم يقول شي كلمه ديال الوسخ للتلميذ. يمكن يكون عنيف قاسي، ولكن ما عمره يقول شي كلمه ديال، وما عمر التلميذ يقول التلميذ ديالو شي كلام خايب. فهذا التربيه على القيم هي اللي ربات في هذوك الوليدات ديك الاحترام المتبادل. الحديث بقي ان شاء الله بعد الفاصل، فتابعونا. نعم السميع كتاب. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في الحله الجديده ببرنامجكم التجويد الميسر، وفيها باذن الله تعالى سنواصل التعريف باحكام التجويد، ونختم بفقره المصحف المعلم بروايه ورش عن نافع من طريق الازرق. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ نعم السميع كتاب الله إن له حلاوة. عدنا ولعود أحمد رفعنا كما يقول سادتنا العلماء. إذا تكلمنا على القيم، شيء مهم جدا. المدرسة اللي ما فيهاش القيم ما كنتش كتلقى المعلم كيكمي، يهز القرو ويكمي أبدا. وكان تنظيم ديال الساحة، كل مجموعة ديال المعلمين كيكون عندهم كل نهار هما مسؤولين عن تنظيم الساحة. التلاميذ ملي كيخرجوا يلعبوا كان المعلمين معاهم والإدارة معاهم، وكانت المتابعة والمراقبة ديال الإدارة التربوية والإدارة الإدارية. الإدارة التربوية كنقصد بها يعني المشرفين التربويين، كان كل شيء كيكون تربوي. التربية شيء مهم جدا، ما يمكنش تلقى معلم داخل القسم كيدخن، ولا في الساحة كيدخن، ولا يجي في شي حالة ماشي هي هذيك. ونفس الأمر بالنسبة للتلميذ، الاحترام بين التلاميذ، احترام ديالهم للأستاذ ديالهم، النظام، هادشي كان عندنا. ما يمكنناش نقولوا بأنه النظام التعليمي ديالنا كان كله، لا، كانت في امور قويه. ثم كان واحد الامر اخر، تثقيف. واش في المستوى ديال الابتدائي ايها الساده الافاضل ايتها السيدات الفضليات، كنا كنقراو الروايات، طبعا كنحفظوا القران الكريم،
كان عندنا في الابتدائي كنحفظوا حتى الرحمن. ما كاينش واحد شي كيقول لنا لا ما تقريوش هذه الصوره لانها راه التلاميذ ما تقريوهمش ثبت يدا ابي لهب وتاب ولا ما تقريوهمش. لا كنا كنقراو داكشي كامل. كنقراو سبيح حزب سبيح كامل، ونقراو حزب عما كامل، ونقراو حزب قولوا حيا كامل، ونقراو حزب تبارك كامل، ونقراو قد سميع كامل، ونقراو يسبحوا كامل، ونقراو الرحمن كامل. حنا باقي تنعقلوا الرحمن في الشهاده الابتدائيه، سوره الرحمن وسوره الواقعه وسوره الحديد، وكل شيء كان كيحفظ. وهذاك القران اللي كنقراوه كنستحضروا انه قران كريم، وهذاك الحفظ ديال القران كان كيعطينا واحد يعني تيقولوا له رصيد لغوي قوي جدا. كما كنا كنحفظوا القصائد، ما يسمع عندنا في ذاك الوقت بالمحفوظات، وكنا المطالعه الله يرحم دوك الناس احمد بوكماخ وغيره وغيره، ذاك المطالعه كتشهد تشوف فيها من خلال ذاك الرسوم اللي فيها، ومن خلال ذاك الكتبه اللي فيها، ومن خلال ذاك الالوان اللي فيها، مقاربه في بناء المناهج، مقاربه في بناء الكتب المدرسيه، سهله ميسره بسيطه، بعيده عن التعقيد، بعيده عن الشكليات. ثم كنا تثقيف، كانوا الاساتذه ديالنا المعلمين، الاساتذه الله اللي مات الله يرحمه اللي باقي حي الله يطول عمره، كانوا كيبغيونا نقراو. التثقيف كان عباره عن بعض الكتب كانوا كيعطيوها لنا، كيجي ملي كتكون متفوق كيعطيك كتاب تيقول لك سير قراه ودير لي الملخص وجيبه. في الشهاده الابتدائيه قرينا ايها الساده الافاضل العباس محمود العقاد، قرينا لطه حسين في الشهاده الابتدائيه والله، وقرينا من القصائد يعني بعض القصائد يعني القصيده ديال ابو البقاء الرندي في رسالة الاندلس، قرينا بعض القصائد ديال شعراء الاسلام بحال اللي كانوا بحال الفرزداق، بحال البوحشوري، بحال مجموعه من القصائد كانوا كيربوا فينا ديك القضيه ديال الحب الثقافه. وفي الفرنسيه كان 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 كانت كان كان عندنا بعد ذاك لو ليفر فيه بعض ما حدك انت كتقدم لان ثلاث سنوات الفرنسية في ثلاث سنوات، وكنا كنتقنوا الليفر ديال السنة ديال السنة الخامسة الابتدائية من أروع ما يكون، فيه مجموعة من القصص وفيه لا كونجيكازون ولا غرامير كامل كاملو. فكيخرج التلميذ هو عنده واحد الرصيد لغوي اكتسبه من التعليم، وعنده رصيد أخلاقي اكتسبه من التربية على الأخلاق على القيم، وعنده رصيد ثقافي اكتسبه من المطالعة. كانوا كيشجعونا على المطالعة، على أن نقراو. العطلة الصيفية كتعطانا القصص، تعطانا الروايات، سير اقرأ وجيب ودير الملخص. هذه من الأمور اللي خصنا نستمروها، لأن التعليم والتربية ماشي فقط الشغل، لا كنكون واحد العنصر، واحد الانسان اللي يقدر لما يخرج للحياه ماشي بالضروره يتوظف، يكون قادر على مواجهه الحياه. يمكن يكون موظف، يمكن يكمل قرايته ويولي طبيب، او يولي مهندس، او يولي استاذ ديال الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي ولا الجامعي، ويمكن يخرج للحياه هو يبدع في ايجاد الحل لنفسه، يخرج للعمل يا اما التكوين المهني يا اما التجاره، لان كتخرجوا هو يعني انسان كيفكر، انسان عنده قيم تمنعه من الوقوع في الرذائل، انسان عنده قيم تدفعه الى البذل والعطاء الى العمل،
إنسان عنده قيم كيحترم الأسرة دياله ويحترم الجيران دياله ويحترم الناس اللي كبر منه وكيحب بلاده، هذا شيء مهم جدا. دراسة التاريخ لما كنا كنقراو التاريخ والله العظيم ما زلت يعني ديك الأساسيات التاريخ ديال المغرب من الابتدائي، من الابتدائي الأساسيات الكبرى من الابتدائي وبقات عالقة في الدين ديالنا، وزدنا طورناها مع لما مشينا الإعدادي والثانوي والجامعي. تاريخ ديال تاريخ ديال ديال الإنسانية، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في الثانوي، بقى الآن الاقتصادات ديال أوروبا يعني في البكالوريا عرفنا الاقتصاد ديال فرنسا، عرفنا الاقتصاد ديال الاتحاد السوفيتي، عرفنا الاقتصاد ديال الولايات المتحدة الأمريكية، عرفنا الاقتصاد ديال ألمانيا، عرفنا شنو هي الأمور اللي كتجمع بيناتهم، شنو هي الأمور اللي كتفرق بيناتهم، شنو هي الأمور اللي كتعطي القوة ديال أي اقتصاد، شنو هي الخصائص ديال هذا الاقتصاد. الفلسفة يعني قرينا الفلسفة عرفنا شنو هي الفلسفة، شنو هي يعني الإنسان يكون منهجي في التفكير دياله، شنو هي القيمة ديال العقل الإنساني، الفكر الإنساني. ما أنت شوفي ما عمرنا كنا كنفهموا الفلسفة أنها هي الإلحاد، رغم أنه يعني كاين اللي كيقول هذا الكلام هذا، لا ما كناش كنفهموها هكذا، كنا كنفهموا أنها واحد الإبداع ديال العقل ديال الإنسان. وعرفنا أن لا 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 المسلمين أبدعوا في هذا المجال إبداعا كبيرا، خصوصا مع الغزالي ومع ابن رشد ومع يعني إخوان الصفا ومع يعني ابن سينا وغيره وما كناش كنلقاو ذاك التعارض يعني بين أن يفكر الإنسان بعقله وبين أن يرجع إلى النصوص النقلية الناتجة عن الوحي القرآن والسنة. ما كناش كنلقاو شيء، وكنا كنلقاو عند الفقهاء المسلمين واحد المساحة كبيرة ديال استعمال العقل، وهو اللي دخل في إطار الاجتهاد. هذا الشيء هذا هو اللي خصنا نعاودوا نرجعوا له، نربيوا عليه وليداتنا، نربيوا عليه وليداتنا. إذن فالنظام النموذج الجديد الذي يجب أن نجلس يعني نقعدوا له، باش ما نبقاوش نبقاو ناخذوا نظريات من هنا ومن هنا بدون ما كنلقاوش ما يجمعوها، بل ما ينفر النفور بين النظريات. يعني الدراسات اللي كتجينا من هنا ومن هنا، احنا لسنا اهل لكي نراجع انفسنا. كاين ثلاثه ديال الامور اساسيه باش يتقوى التعليم ديالنا، والاهتمام بهذه الامور، التربيه. نهار فصلنا التربية على التعليم يعني وقعت الكارثة. التربية والتعليم، التعليم كنقصدوا به يعني اكتساب المعرفة العلمية والمهارات التي تؤهل هذا الإنسان للخروج إلى الحياة. العلم يعني المعلومات يعني في المواد. التربية كنقصدوا بها القيم، التربية على القيم، وكل مجتمع له قيم، وحنا عندنا واحد القيم نبعه من الدين ديالنا وعندها علاقه يعني بالانسان. لماذا؟ لانها هي ذات يعني اصل رباني، ولكن لمصلحه الانسان، لمصلحه الانسان. ثم عندنا التثقيف، التثقيف لا يكون الا بالمطالعه. راه حنا تغزينا بداك الشيء ديال وسائل التواصل، راه وليداتنا ما بقاوش يهزوا الكتاب، وهذا راه مشكل كبير. ولينا كنعتمدوا على داكشي اللي كيتعطانا بلا ما كتقعد تقرا وتستعمل العقل ديالك باش تفهم وتنتج. ثم هناك امور اخرى ثلاثه، وهي الاهتمام بالبنايات المحيط وبالمعلم وبالماده المدرسه. سأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سبلنا، وكنتمنى لوليداتنا اللي غيدخلوا التوفيق والنجاح في جميع المستويات، والأساتذة ديالنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجعل الخير في ركابهم. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.